مساء الخير مشاهدينا الكرام، يتجدد لقائنا الأسبوعي من خلال حصتكم الوقائية، حصة في التأني السلامة. 26 دقيقة رح نقضيها معا للحديث عن المواضيع اللي تهتم بالسلامة المرورية. هذه المواضيع طبعا تهتم بسلامتكم أنتم مستعملي الطريق، سواء كنتم سواق أم كنتم راجلين. في هذا العدد رح نبدأ حديثنا عن واقع محطة نقل المسافرين ببلدية بومرداس. راح نتحدث أيضا عن الزجاج وكيفية تركيبه في السيارة، ولنا الحديث عن حوادث المرور والفئة المتسببة فيها وأيضا علاقتها بالتكوين. تفاصيل كل هذه المواضيع راح نشوفها بعد الفاصل. في هذا العدد نبدأ حديثنا عن محطات أو واقع محطات نقل المسافرين، والعينة راح تكون من محطة بلدية بومرداس اللي تعرف تدهور كبير في جميع المجالات. لا طريق تصلح ولا حتى أرصفة توقف ولا حتى أدنى خدمات ليحتاجها المسافرين، وهذا دون الحديث عن سوء التنظيم لتعرفوا أغلب خطوط هذه المحطة. فبمحطة نقل المسافرين ببلدية بومرداس الناقل والمسافر يعانوا معا منذ 5 أو 6 سنوات، وهذا في انتظار انتهاء الأشغال للمحطة الجديدة أو بالمحطة الجديدة اللي عرفت تأخر قارب 10 سنوات. تفاصيل في الموضوع للزميلة فاطمة الزهراء مساوي. إن لم ترى هذه الحافلات لا تستطيع القول بأنها محطة نقل للمسافرين. هذه الصور والمشاهد التقطناها من محطة نقل المسافرين بولاية بومرداس، أرضية غير صالحة نهائيا، برك مائية بكل الأحجام وحفر هنا وهناك. كنا في لاجونس ليها جابونا لهنا قالك 6 شهور نسولوا على الوضعية تاعكم. فينالمون رانا في 2019 ما كاش. هي كارثة عظمى هنايا، الرود ما تباش داخل الحفرة. سمعتي دي فوا حتى يطبعوك باش تخرجي. هذا لاجونس هذا هكذا راه محفر عندنا واحد 5 سنين ولا 6 سنين هكذا. صادير الوالي اللي جا وراح وزاد جا واحد آخر وراح وشافوا هذا لاجونس كيف راه، وراك تشوفي كاع لي فورمون كيرفد هنا واحد 200 ولا 300 تويوتا هنا يدخلوا. كاع كل شهر تعاودي لا سيسبونسيون لازم. ها كاين اللي يدخل في الحفره اللي هي على بالك حتى يرموكوه باه يخرج. هنايا حصلت لي هنايا طلعتها بالكريك باش نزيد نقول لك. ايما ديما نقول لك. ما تشوفي برج منير ثاني. تشوفي لاريات واحد اخرين نلقاو لي كاتسوكا تاع البطاطا مقاريين في لاري. ولا جوج كيما راكي تشوفيها. كيما كي تشوفي معاناه كبيره. هنا ما كانش ضوء. هنا ما كان والو. هنا تخافي يزيدو كريسيو كيديو لك الكارقه هم داو الكرام من لاجونس كريسيهم داو لهم الكرام تضربهم بالموس. قلت لك على كل حال من 2013 وحنا نراسلوا السلطات المعنيه سواء الوالي سواء مديريه النقل، وعلى كل حال الساعه هذه الحمد لله رانا داروا انجاز تاع المحطه. ولينا وشنو مازال راهي كيما نقولوا راهي فيها شويه مماطله. اوساخ متراكمه واخرى متنافره، فما دور هذه المكنسة يا ترى؟ في وقت الشتاء هنايا ما تقدرش تدوري. شتوما؟ لاخر تجيبي الصبا تاعك ثم لاخر تجيبيه منقي تروحي كارثة. ايه وراي المشكلة هنا وكراي في المسؤولين. حنا هذه المحطة أنا من نهار نشفى عندها هذوك 5 سنين ولا 6 سنين، مع الأول قال لك تسمى هذه المحطة يديروها بروفيزوار برك ومن بعد يخدموا محطة جديدة هذه اللي يخدموا فيها. بصح حنا في الجزائر راك تعرف نهار تولي عندك 10 سنين تولي عندك 30 سنة ويا ربي يفتحوها. زعما بداو يخدموا في هذه الجديدة هذه، بصح لو كان جات جاب لي ربي ايروبور وكان مكملوها في مدة تاع 10 سنين ولا واش خدموا فيها؟ خدموا فيها غير طابي. وهذه كيما يقول لك حديث ولا حارج. راكي تشوفي نورمالمون دوك خلاص نورمالمون نجيو نربوا الحوت هنايا. ديك لي راج ما كاش، لا سيكيريتي ما كاش، العشية هنايا والو، لا ضو لا امن لا والو. وصحابين هذو اللي بيسم ساكن راكي تشوفي ما فهمتش اللي يخدم على الماتريال تاعو الحفر واسمو. والغاشي كان كيف كيف هو يعاني، تصب الشتاء ما كاش مين با وين توقف. انعدام تام للإضاءة واللافتات والمرافق وحتى أماكن انتظار الركاب منكسرة.
معاناه كبيره هامله. ما تلقى وين تقعد، ما مواطن كيجي واحد مسافر بعيد ما يعرفش وين يروح وين يروح، ما كاين لا شوف لا بلاكا لا والو، هامله ما كاش الضو، ما كاش لا سيكيريتي، ما كاش كل شيء، ما كاش ماشي باينه باللي هذه اجونس حصيده. ما تلقى والو هنايا، ني ضو ني والو، تلقى غير حاشاكم الكلاب هنايا، الانسان يخاف يهبط من الكار، ني فاميليا تلقاها ما كاش وين ترياح، ما كاين والو. فوضى عارمة بين أصحاب الحافلات، لا احترام للدور ولا احترام لمحطات صعود ونزول المسافر. احنا المشكل الكبير اللي راه صار لنا هنا في التنظيم، ما كانش كاع هذوك لي زاجون دو سيكيريتي، ما كان حتى واحد، راهي كيما يقولوا راهي سايبه، ويقولوا المال السايب يعلم السرقه، يشارجي ماشي في المكان تاعو، ما يحترم حتى واحد، يلقى 10 15 قدامه يدور ويشارجي. دوك الدوله راحت لهم زعما نقولوا جميع المحطه بوز ملاعين ثنيه جلابين، هذا السنديكا هذاك تشوفي فيه ما يخدمش ريغلومونتير، يخدم كيما يحب، يخدم ديراكت ديراكت، صافي كي يخدم ديراكت سي اوبليجي ندخل انا نشارجي الاول، نشارجي سي مصطفى ندي ثنيه ندي جلابين ندي، هذا هو يعني الحل لازمنا. انت دير بليزيغ اغي زاري، وهذا ما يديش لي زاري، باسكو هي الدوله عطلو كاع لي زاري، عطلو زعما لي زاري جلاب بين ثنيه، المهم ما يديرهمش. صافي هو ما يحترمش لي زاري. يحترم لي زاري، سي اوبليجي نروح لقدام ونشارجي هنايا تو لي زاري جميع المحطه. اتجهنا الى المسؤول الاول لهذه البلديه لاعطائنا تفسير عن وضعيه هذه المحطه. محطة تهيئة المحطة العملية تاعها جازت في ميزانية البلدية بمبلغ 70,000 دينار جزائري. المحطة سيتي لونسي اون ميم طون باسكو سي لي مون تكنيك، سيتي لونسي دون ان ابيل دوفر، اون انتربريز ا ايتي شوازي، الا كومونسي دو رياليزي دون ان ديلي دو 6 موا. On a trouvé des difficultés. C'est un terrain argileux. On a décapé sur une profondeur de 3 à 4 mètres. On a réalisé l'assainissement parce qu'on a travaillé en collaboration avec les services de transport. Donc on respecte les normes de la gare routière. Actuellement, la gare routière a été achevée. La première tranche a été achevée. Kinkolo achevé, c'est-à-dire l'aménagement de la plateforme avec tous les accessoires taha assainissement, la taha wishbqana fait la gare routière, qu'on a 5 lots, qu'on a le mur de clôture, qu'on a la réalisation de 2 toilettes, qu'on a la réfection de l'administration, qu'on a le béton imprimé, 4 lots et le 5e lot a été lancé et réalisé, c'est l'éclairage public. المشروع بقى 10 سنين، بقى من 2010 حتى 2019، هذا هو المشروع. الناس سيفري كانوا الناس اللي راهم يسكنوا تما، يافي دي لوكو كوميسيون اللي كانوا من بعد اوتي ترونسفيري لايور، دوك احنا سي بور سا الناس المده هذه 9 سنين، صادي الناس تشكي على المحلات نتاعها. احنا واش حنا حابين؟ انا حابين لاشيفمون دو لا كاروتيا كومبليت، اي كومبري لا بروميير ترونس، اي كومبري لي 5 لو. انا حابين ندشنوها لو 5 جويلي. على السلطات التدخل العاجل وكذا الاسراع في وتيره انجاز المحطه الجديده لاعطاء وجه لائق بهذه الولايه الساحليه. الاعتناء بزجاج المركبة أمر ضروري، وهذا من أجل إطالة عمر صلاحياته، وكلما تدهورت حالة الزجاج وقل مجال الرؤية كلما زاد الخطر في الطريق.
إصلاح وتركيب زجاج المركبات يتطلب الخبرة والتكوين معا، لأن العملية عملية دقيقة، وهذا من أجل الحفاظ على سلامة الزجاج ومكوناته. ريبورتاج في الموضوع للزميلة سمرة سعيدي. تكون عندي طاشة باربريس نبدلو ليه بس بعيد شرط خافي اكسيدون كنشعف سما نشوش به مليح ولا اساس ما لازم ليه نجي نبدل باربريس تاعي. الزجاج شغل هو السيكوريتي تاع الطوموبيل، فهمتيني؟ تخاف تزيد تمشي لي، تخاف يترتق لي فيه وتشي. تكون عندي طاشة كوكسيريان بالك تقدر دير له ديغا. يمشي في طريق ولا افالويكاشي لونجل هذاك اللي كاين لاطاش هذاك اللي تخبي له لونجل هذاك دو فيزيبيليتي ما نشوفش يقدر يدير عكسه يدير فورسمون نوف. الزجاج يحمي سائق المركب من تقلبات الجو ومن الرياح، إضافة إلى السماح له بالرؤية لمسافات طويلة وبوضوح، فهو بمثابة عيون للسائق. يوفر الرؤية الواضحة، ولكن عادة ما يتعرض للخدوش العميقة نتيجة بعض الحوادث كتلقي الحجارة بالطريق أو نتيجة عوامل الطقس، مما يستوجب تغييره. وهنا بهذه الورشة يتم استبدال الزجاج. الطريقة اللي نحيو بها الزجاج سيدي كابل هكذايا، كابل لاسي، سيد لاسي هكذايا، باش من كاين حوايج اللي نديروهم باش ما نقيسوش لو طابلو دبور تاع الداخل وكذا ولا غانيتود تاع الداخل. فوالا ونروحوا لها غير بالعقل برك. كاين وين ربع ساعه كاين اللي يجونا ساهلين لي باربيس، وعلى حساب واش كاين لداخل. حنايا نحضروا كاع يتيك واش كاين لداخل. باغ اكزومبل لو فيل تاع كاين اللي فيه لو دي جيفراج، وكاين لو ديتيكتور دو بيلوي، وكاين لا غانيتود تاع الداخل، ونحضروا توجور على الخيوط تاع الداخل بالك نقيسوهم ولا. العملية تتم بمراحل، والخبرة والتكوين يلعب دورا مهما لأجل إنجاح المهمة. فالزجاج يختلف من نوع لآخر، وتختلف درجة الشرخ، وفي أغلب الحالات يستبدل بدل ما يصلح. ما تقدرش تنحي وحدك، لازم واحد لداخل، باسكو علاه كاين الحوايج اللي من كاين نقولوا مثال طابلو دبور هذايا، كاين هنا كاين الخيوط، كاين دي باربيز اللي فيهم الخيوط تاع لو دي جيفراج، وكما قلت لكم قبيله تاع الديتيكتور والخيوط تاع كيما نقولوا ديتيكتور دو بلوي، وعندك لا غانيتي تاع الداخل. هاد الحوايج هادو لازم اللي يدخل الداخل اللي يكون صنايعي. كي كملنا لو ديمونتاج تاع الباربيز هذايا، دوكا عندنا ميثود واحد اخرى باش نجيو لا كاروسري هذه نقيو لا كول تاع الباربيز هذه نبداو نحيو. فوالا عندنا انكراطوار هذايا باش ما نقيسوش لا غارنيتور، كاين وين هادو نجبدوهم شويه باش ما نقطعوش لا غارنيتور تاع هنايا، ونبداو بالعقل. فوالا هاي لك كيفاش هكذا، هذه هي لا كول اللي تجي في لا كاروسري وتجي في الباربيز. هذيك لاكول اللي نحيناها ضرب الاول اللي قطعناها بالكراطوار، هذه هي اللي راح نديروها لتماك. فوالا فوالا هاي كيفاش. هذيك دي على حسب لا فورم تاعو، لو كوان الفوقاني والتحتاني. هذا ستان ريغلاج تاع الباربيز. فوالا هكذا وبري المونتاج. تتوقف صلاحية عمر الزجاج على الحالة التي يكون فيها ومدى العناية به. تو ديبون اللي يجيب الزجاج واش يجيب، اللي يجيب الا يجيب دو كاليتي ولا يجيب لو موان كاليتي، لا كاليتي ناقصة، سا ديبون واش يجيب. لو باربريز اوريجين اللي خدمو الكونستريكتور خدمو يعني بور لا ميزون، هذاك ديجا فيزيبيليتي تاعو 75% با بليس. ماشي 100%، 100% كي تكون برا ولا كي تكون داخل طوموبيل تشوف 75%. ايماجيني ديري حاجه ناقصه، ماشي يعني لا كاليتي تكون ناقصه، تولي تشوف ميم با 50%، و اون بليس في الليل ولا الضباب ولا تكون شتا ولا حاجه يزيد ينقص لك،
وتولي تقول اه انا واقيلا ناقص بالشوفه ولا حاجه، مي هي لا لا سي لو باربريز. ولأن زجاج الأمام والخلف للسيارة ولبالغ الأهمية التي له، فإنه ينصح دوما بالاعتناء به وبالمركبة ككل. عنده انديري دو فيل باربريز باش يعني يكونوا عارفين تو ديبون فيكيل اسكو يبات في الكراج اسكو يبات برا اسكو يمشي بها نقولوا في الصحراء باسكو لو فون صابل هذاك ثاني كي يهرد الباربريز. انت لونتروتيان تاعك في الفيكيل تاعك تمسحو كل صباح تفيريفي اسكو لي سويكلاس تاعك ملاح يمسحوا مليح اسكو نقولوا وهي لا ماجوريتي الغبار هو اللي يهلكو نقولوا يكون الغبار فيه وانت تروحي تحكمي شيفونه وتمسحيه ديراكتومون هذاك الغبار هذاك هذاك يزلح لك الباربريز. الور قبل ما تدير شيفونه ويكون مغبر دو بريفيرونس دير الماء والماء ماشي الماء تاع ثاني تاع الديار هذاك ولا ما تاع لاف كلاص باش هكذا يكون بيان ويشوي مليح ويطفي مليح. الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة هو عين للسائق، والحفاظ عليه يعني الحرص على السلامة ومنه الحرص على حسن القيادة. تشير الأرقام المتعلقة بحوادث الطرقات أو حوادث المرور أن الفئة الأكثر تورطاً في هذه الحوادث هي الفئة العمرية الممتدة من 18 إلى 29 سنة، وهي الفئة الحاملة لرخصة السياقة الاختبارية، وهذا يرجع لعدة عوامل. البعض يرجعها إلى مستوى التكوين الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة، والبعض الآخر يرجعها إلى سن المترشح، يعني 18 سنة حسبهم غير قادر أو غير ناضج لتحمل المسؤولية في الطريق. ريبورتاج في الموضوع للزميلة فاطمة الزهراء مساوي. مدارس تعليم السياقة تقوم بتكوين كل مترشح للحصول على رخصة السياقة في مختلف الأصناف، مع تكوين ملف وفق ما ينص عليه قانون المرور كالسن والشهادة الطبية. ملف اللي لازم يقدمه، دونك من الملف هذا اللي لازم يقدمه عنده شهادة ميلاد، شهادة طبية، عنده شهادة إقامة، عنده البطاقة تاع الدم، وعنده سبعة صور بيان سور 5 فوتو. وبالنسبة للسن القصير لازم يكون عنده تصريح أبوي. السن القصير معناتها يعني أبارتير دو 17 عام، معناتها من 17 عام حتى ل 19. هذه الرخصة تتطلب الوعي التام والمسؤولية الكاملة، خاصة عند الشباب باعتبارهم الفئة التي تحتل المرتبة الأولى في إحصائية حوادث المرور حسب الجهات المختصة. يحدوا اللاج، هما تاع البيرمي النضج، اللاج قال 20 ولا 22 ولا يقدر يدير فيه البيرمي، تحت تحت الفا ما يقدرش يدير البيرمي. علاش؟ النضج يعود ناضج، الانسان يعود ناضج. السن نتاع زمان ونتاع دوك ماهوش كيف كيف. مثلا نورمالمون هذوك السن نتاع دوك نورمالمون 24 سنه باش تجوز البيرمي، بس كل عقليه نتاع زمان ونتاع دوك ماهوش كيف كيف. نتاع زمان كان 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 ناضج في عمر 18 سنه تلقى متحمل المسؤوليه ومتزوج بولادو. لا جينيراسيون تاع حاليا. دوك ما راهش نتاع دوك حتى 24 25 يقول لك مازال ولد صغير. نعم. هذا غلط هذا. كي مازال صغير حتى ينضج باش يدير البيرمي. نورمالمون مو 20 طون ما يجوزش بيرمي اختي. انا بنفسي جوزت في سن 18 سنه كنت مازال نقرا في ليسي، بصح نورمالمون ما تجوزوش. علاش؟ الانسان مازال 18 سنه مازال عقلي صغير اختي، كاين العفاس بزاف ما خطرش ما خطرش نخمم فيهم. 22 عنده ترونسبور اون كومون، منين جابوه؟ شكون عطاه له؟ ها؟ القانون يمنعه. نورمالمون يدوا يوار 20 طون 29 اون بلوس. اه 29 ans plus لازم اكسبيريونس. البارح دري اليوم يسوق بالكهرباء الغازي 35 يروح يحلوا دي سونتر فورماسيون بروفيسيونيل كيما يروح يجيب بيرمي كيما يروح يجيب ديبلوم باش يخدم يجيب بيرمي. اوني دي فورماتور انا ما يهمنيش انا السن، السن يكون ابارتير دو 16 ans بيان سور ولا ابارتير دو 17 ans. انا واش عندي لو بوت تاعي سي كوا سي دو فورمي لو كونديدا كو سوا يكون 17 سنة، كو سوا يكون 18 سنة، كو سوا يكون 19 سنة ولا حتى ل 20 سنة. أنا هو أنا كراني فورماتور
معناتها دو لوطو ايكول بيان سور. انا البيت تاعي الهدف تاعي كو نعلم الانسان هذا كو سوا يعني في لو كود لا روت كو سوا في لاكون. فترة التكوين واجتياز الامتحان للحصول على هذه الرخصة قد تكون في بعض الأحيان غير كافية عند بعض المترشحين. سا ديبون درجة الوعي بيان سور، معناتها يعني ولا يعني راهو خفيف ثقيل سا ديبون احنا كيفاش نتعاملوا مع المترشح معناتها بالنسبة للعقلية تاعو بيان سور سورتو بوكو بلوس يعني العقلية تاعو. دوك ولا نشوفوا يعني ناقص شوية في الحفاظة ولا احنا ننسيو نعاونوه بيان سور باش نقدروا نتمنى نقدروا نعلمو حتى لي تما يتعلم باش يجيب كو سوا الكود لا روت كو سوا لا كوندويت. تضارب أسعار مدارس تعليم السياقة للحصول على رخصة القيادة جعل من المترشحين لا يولون أهمية لقيمة ومسؤولية هذه الرخصة. لا كونكيرونس كما يقولوا بعدا. نعم. لا كونكيرونس كل واحد يحوس يجبد أكبر عدد ممكن من المترشحين. نعم. نعم. لكن للأسف الشديد يعني كاين البعض منهم هكذا حتى يوضع الملف وما ما يسوقش بعدك ومن بعد كما نقولوا احنا بهذاك بين قوسين يشريه. نعم. يشري هذاك ما يتعبش يعني هكذا، وهذا الشيء اللي سبب يعني سبب في حوادث المرور. يعني نشوف المترشح ما يتعلمش. السعر يكون محدد من الطرف المعنيه. نعم. وفي قانون في البلاد هذه. نعم. وما يحدوا للسعر. نعم. ويكون السعر محدد الناس كل يتعلموا، ولكن التعليم هذا حتى الانسان اللي يتعلم يلزم يحفظ الكود. ايه. احنا حفظنا الكود كنا صغار وتعلمنا البيرمي ونصوبوا الحمد لله، ولكن ما يتعلم الكود يلزم يحترمه. نعم. هذا اللي يروح يتعلم. ايه. ما يحترمش الكود كانه يشري البيرمي. البيرمي ولا تجاره اختي. ولا تجاره. كاين دي جون نو با كاليفي باش يتجوز البيرمي ويدير البيرمي تاعو عادي. الدراسه اللي تعلم سياقه. بريفيري دراهم اختي. على سلامة المواطنين. مالوريزمون عندنا بعد مدارس تعليم السياقة كل واحد كيفاش راهو يحسب السعر. كاين اللي يحسب يعني 2 ملايين، كاين يحسب مليون، كاين يحسب مليون ونص، كاين يحسب مليون و200. هذه ماهوش يعني ما راهيش مدرسة، ماهيش حتولي مدرسة، حتولي تجارة. الهدف تاعنا كي يجي الإنسان نعلموه، حنا نعلموه السعر هذا لازم يكون طالع. معناتها قد ما يكون طالع قد ما لو نيفو يطلع. لو نيفو تاع هاد الرخصة السياقة يطلع، مام لي زاكسيدون ينقصوا. مادا بينا الوزارة اللي تحدد لنا لو بري. حنا مادا بي أنا مادا بيا الكونديدا كي يدخل يعني المترشح كي يدخل لمدرسة التعليم السياقة، مادا بيا ما يحوش على لو بري. يحوس على بون فورماسيون. هذه الشهادة تحتاج إلى تكوين صحيح وسليم وضمير واعٍ. لأن السياقة لا تقاس بالسعر بل تكلف الحياة. السياقة لا تقدر بثمن، وحسن السياقة من حسن التعلم، وكل واحد فينا مسؤول عن سلامته وسلامة الآخرين في الطريق. بعد أن كنا قد وصلنا لنهاية هذا العدد، نتمنى أننا قد وفقنا في اختيار مواضيع هذا العدد. مواضيع أخرى تتعلق بسلامتكم في الطريق بحول الله راح نشوفوها في الأعداد القادمة. سلام.